داخل نهاجم من عليه بولاد وبكل شيء يهدموا له الدارات، هذه ما انسانيه ما والو. السلعه والله الا باقا بالكريدي، واش غادخلوا خرجوني انا والوالده والراجل ديالي وبني. البارح هما ساكنين، البارح هما فرحانين، البارح هما كيبنيو السعاده في العقل ديالهم، اليوم اصبحوا مشردين، ماشي غير هادو، هذا غير واحد من بزاف. راه الناس ملي كتقول لهم شي فلان تبني، راه كتكون بحال اللي كتعطي واحد الامل في الحياه، وملي كتريب له، راه كيصبح عاجز على الكلام وعاجز على اي حاجه. راه الناس هادو راه صبحوا اليوم متشردين، ما كانش في اخباركم، راه ما عندهمش فين يسكنوا. كنفطر انا وولدي وكل شيء. صور دابا ولا جابوا لنا شي اوراق، حتى دخلوا على الدري ناعس وزون بعض الدرينا، واش غادخلوا خرجوني انا والوالده والراجل ديالي وبني. خرجونا قال لك خرجوا ضروري تخرجوا، قلنا لهم حنا ساكنين، حنا ما عندنا شي باش نصلحوا، باش بقات لنا هيدا كي كان عندنا باش نصلحوا. كي رانا سنه كان رضيت احسن من هيدا، انا دابا راه طالعه في الشهر وانا ساكنه هنايا، الشهر والزياده وانا ساكنه هنايا. غير سلفت وعاونوني الناس مساكن المحسنين وهذا، والسلعه والله الا باقا بالكريدي. الخزين واحد المره كتعرفوا هزنا هزينا السلعه بالكريدي، قاتنا هزوا، عرفتي دابا شحال السلعه شحال غاليه؟ الياجوره بجوج دراهم، ما طاحش ني باقي، باقي القشوع دياولي تما وباقي الخضره وهداك الشيء وصافي، ما شنو باقي؟ ما عندنا شي فين عناسو، في عناسو، ما كيناش. هاد الناس ما جابوا لنا شي ورقه باش علمونا، قال لك عريبوك، حنا مش عيد اليوم بنينا، راه شحال هادي وحنا ساكنين. دابا ساكن قبل هذا الشيء ديال الانتخابات وهذاك، راه حنا ساكنين ودابا هنايا ماشي ما جاوش يعلمونا هنا. تدقوا تدقوا بحال هكا، النسيبه ديالي مسكينه مريضه، فتحت لهم تدخلوا علينا، الدري ناعس، حنا كنفطروا العائله كنفطروا مع بعضياتنا، قال لك يلاه وريبونا. اربعه ديال الافراد، دابا اربعه ديال الافراد هما يعيشوا هنايا، نقدر يعيش الدري هنايا، تقدر تعيش النسيبه هنايا، نعيشوا هنا مشتين حيت ما كايناش فيه تعيش، وعاد كاينه ماشي خسائر ماديه بزاف خسرونا، في الاول ما كو قالوا لنا ممنوع تبني، لان هي ما خافياش عليهم، هذه خدمتهم هذه، النهار اللي حطينا لاجور النهار الاول قول لي ممنوع تبني، النهار اللي ضالينا عاد جاي، النهار اللي درنا وخسرنا عاد جابنا، 12 المليون باش مقيومه الارض وقول شي 10 باش هذاك، هذه راه كنتمنى هذا الميساج هذا يوصل لمحمد السادس. اي والله يشوفنا، يشوف هاد امير كيقول لك امير الفقراء، خاص يشوف هاد الحل هذا، يدير شي حل هاد الناس هذا، يمشي يفتح لهم البحر، يمشوا عند الناس يعيشوا معاه، يعيشوا حتى هما مستقلين، حتى هما انسان كيحسوا به، ماشي جايين داخل نهاجمن عليه بولاد وبكل شيء يهدموا له الدار، هذه ما انسانيه ما والو. الناس مضروره بزاف، الناس مع كورونا ما كايناش الفلوس، ما كاينش الحركه، ميته يا خور مسلف باش يهرب من الكراك يجي يطيحوا عليه. انا وكنت انايا والله لا خرجت له من تمايا، لان حنايا هنايا اي واحد راه مسلف باش بنا، راه راه مسلف وكلف وشي مشى للجمعيات ومن العائله، واش اخور يجي ويعمل قرابه ويضالي وكيساقر في السكنه ديالو عاد جيتنا تريب له؟ ملي نزل شكاره السيمه الاولانيه كما كتجيو وكتفرقوا الاوراق الانتخابات وكتفرقوا بزاف د الحوايج كيجيوكم ساهلين، كيماك اجي وقولوا عباد الله فلان بلا ما تبني بلا ما تخسر رزقك بلا ما تسلف. انتم كتشوفوا الناس مسلفه ومكلفه ومدبره من هنا ومسلفه من القروض الصغرى وبزاف د المسائل باش شبروا وتكلفوا بنا وهذا المسكن هذا، اليوم صبحوا هما متشردين، صبحوا اليوم متشردين، البارح هما ساكنين، البارح هما فرحانين، البارح هما كيبنيو السعاده في العقل ديالهم، اليوم صبحوا متشردين، ماشي غير هادو، هذا غير واحد من بزاف. كنطلبوا من الجهه المعنيه ومن جلاله الملك يحاول ما امكن يشوف الحال ديال الناس هادو، راه حسبي الله ونعم الوكيل، وقبح الله الفقر والجائحه رضت عباد الله وزايدين بالهدم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.